في ظل المجازر التي يرتكبها نظام الأسد ومعه الميليشيات الإيرانية والطيران الروسي، استدعى اجتماع للفعاليات والنقابات الثورية والسياسية في محافظة إدلب لإرسال عدة رسائل إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن والمنظمات الإنسانية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين في زمن الحروب. فكان اجتماعنا اليوم هو لإدانة للوقف الفوري لإطلاق النار والقصف على مناطقنا، بالإضافة لإدانة نظام روسيا وإيران ونظام الأسد. نطالب الجاليات السورية ومعهم كل أحرار العالم بالتظاهر والاعتصام حيثما وجدوا، تضامنا مع معاناتنا اليومية.